ممكن نشهد مش تخلي عن التفاهم، اعاده يعني تنقيح هلا حسب اللي حكي السيد حسن، حسب المعلومات انه سيتم هناك لقاءات او تواصل لاعاده بحث. كلفت ايضا بكلمه الامين عام الحزب السيد نصر الله كان وجود الوزير السابق غسان عطا الله، انه ما في هذه الوفد من التيار، ما في قطيعه يعني بالكلمة. لا ما هو حتى في تواصل، الحاج وفيق صفا اتصل يمكن الاستاذ جبران باسيل والعماد ميشيل عون بمرحله الانتخاب الاعياد. يعني انا تقديري هم الان في لحظه اعاده التفكير بمستقبل التفاهم. هذا الموضوع مرتبط بقياده التيار بالسيد جبران باسيل، هل يريد هذا التفاهم ان يستمر وعلى اي اساس؟ هل اختلفت برايك العلاقه اللي عملها الامين العام للحزب السيد نصر الله مع الجنرال عون عن العلاقه مع الوزير جبران باسيل؟ لحظه تغيرت وهل حزب الله يعتبر هذه المره انه لا، مع عماد عون كانت الحيثيه مختلفه، هذه المره يعني على الانتخابات النيابيه لا، انه انا ساعدتك اليوم و مديتك بعدد من النواب، يعني العلاقة اختلفت اليوم؟ لا، حزب الله ما بيقارب هذه العلاقة بمعنى شو اعطيتني وشو اعطيتك، أوكي. بيقارب هذه العلاقة بأنها كانت خيارا استراتيجيا، مش بس لأسباب مرحلية سياسة. لا، لأسباب العلاقة بالوضع اللبناني ككل، أنه هناك حاجة بلبنان كان لمرحلة جديدة، وأنا برأيي ساهم هذا التفاهم بأخذ لبنان إلى أفق جديد، سواء بموقف بيئة مسيحية كبيرة بموضوع الصراع مع إسرائيل، بالعلاقة مع سوريا، ولعب أنا بيعري سواء العماد ميشيل عون أو التيار هذا الدور. لكن نحن اليوم أمام تحديات أخرى، تحدي إلى علاقة بالشأن الداخلي، تحدي إلى علاقة بدور لبنان بالمنطقة، أي رؤية بدنا نقدمها. هل هذا التفاهم يستطيع أن يقدم رؤية جديدة؟ يعني بطلت الموضوع موضوع والله كم نائب وكم وزير، لا، بدنا الآن رؤية جديدة للبنان. وأنا برأيي الموضوع مش بس مع التيار، أنا برأيي نحن بحاجة اليوم لرؤية لبنانية تضم معظم القوى اللبنانية، أي لبنان نريد، مش بس التيار وحزب الله، حزب الكتائب، القوات اللبنانية، الآن الكتل السنية. يعني مؤتمر تأسيسي؟ مش لا ما حتى كلمة بتنقل بمعنى بحث جدي. بدك ورش حوارية تبحث حقيقة. نحن بعد كل هالسنوات مش بحاجة نعمل مراجعة عن وضع لبنان ودور لبنان بظل حجم التحديات اللي عم بيواجهها لبنان. ما ضروري اذا سلمنا انه اتفاق الطائف هو المنطلق لاي اصلاح مستقبلي، فكان هذه القاعده حتى ما حدا يقول بدنا نغير الطائف. قلنا 30 سنه يعني ما قادرين نطبق الامور الاصلاحيه باتفاق الطائف، بالاليات العمل يعني ما فينا نعدلها. ما فينا نستمر، نحن امام لحظه مفصليه، انه هذا البلد ما عاد يحمل سياسات اللي كانت قائمه، لا على المستوى السياسي، لا على المستوى الاقتصادي، ولا على المستوى الخارجي. لبنان كان بهالمراحل عم يدفع ثمن كل هذه المشكلات، ثمن الصراعات بالمنطقة، ثمن وضع اقتصادي ومالي مش صحيح عم بيدار، وسبب وضع اقتصادي حتى السياسات الاقتصادية مش بس لبنان، هلا العالم كله اليوم عم بيروح على سياسات إعادة النظر بالموضوع الاقتصادي، التركيز على بناء الاقتصاد الداخلي، موضوع الزراعة، موضوع الصناعة، بظل أزمة أوكرانيا وما انعكس عليه على مستوى العالم. مصر اليوم عم بتعاني، الأردن عم بيعاني، طبعا سوريا طبيعيا، العراق اللي عنده إمكانيات عم بيعاني، حتى الدول الخليج اليوم ليش عم بتروح على سياسات جديدة انفتاح نحو الشرق؟ السعودية نقصها مصاري افتراضا، نقصها إمكانيات، علاقتها بأمريكا كانت، بس لأنه شايفة العالم عم بيتغير، ما فيها السعودية تضل على علاقة استراتيجية بس مع أمريكا، فتحت على روسيا وفتحت على الصين وعلى الهند، وحتى يمكن تفتح ترجع على إيران. امام هذا الشعار اثبت بلبنان انه اليوم اتجاه شرقا انه فقط شعار اذا بدك عنوان، وما اثبت نجاعته على الارض، ما طبق. يعني كان اذا كان مطروح مجموعه مشاريع الصينيين يعملوها، سواء مشروع سكه الحديد، سواء الطريق، يقال هذا كله اليوم شعارات، حتى الصينيين لم يطرحوا هذا الموضوع، لا سكك حديد ولا غيره. في بعض الامور بحثت بمجلس النواب، بعضها اقر، مشاريع اقرت، بيبقى تنفيذ لانه الوضع بالبلد ما صار في فرصه للتنفيذ، والصيني ما راح يجي يعمل لك خدمات او استثمارات بلحظه سياسيه غير مستقره. الصيني ما بفكر اقتصاد اكثر ما بفكر، ما عنده ايديولوجيا بالمعنى. طب البعض بيقدم نموذج انه اليوم هذه سوريا حليفه الصين وروسيا، انه يساعدها الشرق، اذا يساعدها الصين وروسيا تمدها بالبترول او بسكك حديد او اعاده اعمار، هذا الشيء مش موجود. هونيك في وحده قرار يعني على راس الازمه بسوريا، هي اكبر من بس ازمه اقتصاديه، في ازمه عميقه بالوضع السوري بده كله علاج، لانه ازمه رغم انه انا تقدير اليوم بس انه بجزئيه النفط مثلا او حتى سوريا في عقوبات امريكيه، ممنوع انت تبعت باخره على سوريا، وبيجي الامريكان اما بيعتقلوها او بيقصوها افتراضا، ولو ما تحدث
تحدي صار بين حزب الله والأمريكان والإسرائيليين، ما كانوا سمحوا بالبواخر اللي عم تجي، البعض اللي كانوا عم يجي عن طريق البر، في حسب معلوماتي شاحنات كانت عم تحمل حليب، كان عم يجي حليب وأدوية كانوا الإسرائيليين عم يخصفوها. يعني أنت أمام سوريا وضع حقيقة في معركة كبرى لسوريا. ما بعرف هلا العلاقة بين سوريا والتركية إذا مشيت، والعلاقة بين سوريا والدول العربية. أو روسيا اليوم بيظل كل الصراع أنه تساعد سوريا، أو تخشى اليوم قصف إسرائيل أو تخشى عقوبات. اللي صار بسوريا أنا برأيي كمان في مشكلة كبرى أمام روسيا. روسيا فاتت بحرب اليوم. قدرات الروسية اليوم لم تعد كما كانت قبل الحرب بأوكرانيا. ما كمان روسيا عم تتعرض لعقوبات. يعني نحن لذلك أنا مع وجهة النظر اليوم إعادة بناء ما يسمى الاقتصاد الذاتي والتكامل الإقليمي. هذه رؤية حملينا بعض أصدقاء، يعني ما في مجال نحن بالمنطقة، لا بدنا ننطر الروس ولا الصينيين ولا الأمريكان، لازم نحن نشتغل على حالنا، نبني دولنا بشكل صحيح وسليم، وبنفس الوقت نتكامل بين بعضنا البعض. ما تفكر هذه مش أفكار خيالية افتراضا. بالزمانات أيام قبل سايكس بيكو كان خط سك الحديد يجي من اسطنبول يوصل على مكة. ليش ما بده هذا الخط سك الحديد يرجع مجددا؟ ليش ما بده يكون في خط سك حديد من بيروت الى طهران او الى باكستان افتراضا؟ اذا بدنا نرجع نفكر بطريقه جديده، نحن ما فينا كلبنان نفكر بس بحالنا، بدنا نفكر بالمنطقه افتراضا. ما يسمى تكامل اقليمي، يعني ما بدي لا وحده عربيه ولا وحده اسلاميه، تعاون. مشكله اليوم حتى اللبنانيين بالعلاقه مع سوريا اللي هي ابسط شيء، قديش لهلا بعد في لبنانيين مش مستعدين يروحوا على سوريا زياره على سوريا لمعالجه مشاكل بين لبنان وسوريا. بس انا هالخيارات اللي عم اجي اقول لك اخر شيء، أنا بدي اليوم طريقه اتخاذ القرار بالبلد، اذا ما في طرف سياسي جا اخذ خيارات اليوم بقصه العلاقه مع سوريا، جاب حزب الله وتيار الوطني الحر حسان دياب رئيس حكومي بالكامل لالهم، يعني تيار وحزب الله، طيب ليش ما اخذش خيارات؟ يعني اليوم بتاخذ خيارات. لحظه، انت ما بتتذكر تلك ما صارت. لا بقول لك انه اذا بدك تضلك بهالطريقه اتخاذ القرار نحن بالبلد اليوم ما راح تاخذ ولا خيار من الخيارات. لذلك نحن اليوم بحاجه لرؤيه لبنانيه مشتركه كلبنانيين جميعا، بدنا ناخذ. يمكن المشكله بالمشتركه لانه اذا اليوم نطرت لكل العالم يتوافقوا على خيار، مش ضروري كل العالم يتوافق. لا بتشكل كتله كبيره ست تحمل خيارات البلد. بمعنى تحمل خيارات جديده لاداره شؤون البلد. لما يعني بتبطل انت يعني عندك، بس انا هذا اللي عم نشكي انه اليوم مش المشكله الاساسيه بالبلد أمريكا. هي المشكله الاساسيه اليوم بالبلد هي بهذا النظام السياسي، هي اتخاذ القرار. يعني ما حدا بياخذ قرار بيتحمل مسؤوليته سواء كان صائد ام غير صائد. اذا صار في توافق على رئيس جمهورية افتراضا وعنده حامل مشروع رح يجي مكبل، يعني ما في زعل هذا الطرف وما في زعل الشمال وما في زعل اليمين. المشروع والمجلس النواب مؤيدين لهذا التصور، ما بده يكون في عوائق. ليش بده يكون في عوائق افتراضا؟ بس هو انا عم بناقشك بفكر بجوهره انه اليوم انت عطلت مساله هي التوافق، عطلت مساله ديمقراطيه هذا النظام. لا عم نحكي توافق على الرؤى الكبرى، مش عم بحكي على الديمقراطيه بمعناها التفصيلي. بكره بتروح على مشروع قانون بالمجلس النواب، في ناس بتعارض ناس بتأيد، طبيعيا في خلاف في نقاش. بس انت اذا اتفقت انه دور لبنان الان وأعطيك نقطة مركزية أساسية وبتصور ما حدا بيختلف فيها، بدل أن يكون ساحة صراع بين إيران والسعودية أن يكون لبنان جسر حوار. إنه اليوم رجع خلي اتفقوا كل الناس، بس هي النقطة لا ولا ما هو النقاش غني معك. على راسي على راسي أنا عم نحكي. رجع بال2016 توافقوا كل الأطراف، تيار مستقبل، حزب الله، تيار الوطن الحر، كل الأطراف وعملوا حكومة والقوات. طيب والقوات كل الناس كانوا، وهي مش مشكلتنا اليوم بحكومات الوحدة الوطنية وكل بهالتوافق كانوا كلهم مع بعض. شو صار طيب أول أزمة؟ أول أزمة بس خليني بس أكمل بس السؤال. طيب شو اللي منع وقتها ملف صغير يلي هو هل إيران منعت الشباب بقلب الحكومة يجيبوا كهرباء؟ لا 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 طبعاً في مشكلة داخلية، لا في نظام داخلي متحكم، في شبكة مافيات بالبلد عم تتحكم. أوكي. مش بس بالغاز. هلا إذا كررنا نفس بالدواء المعادلة أو الطريقة متوقع نتيجة مختلفة. أنا اللي بدي أقوله إذا صار في مناخ جديد وفي كتلة لبنانية داعمة لخيار الإصلاح، طب بيصير في إمكانية للإصلاح.